السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. سوف نقوم بالرد على الفيديو الذي يطلق عليه نهاية العالم وما بعدها للمتاجر بالدين علي منصور كيالي. أولا، من هو علي منصور كيالي؟ لا أحد يعرف عنه شيء إلا ما قدمه هو عن نفسه. حتى الصفحة التي فتحت على الويكيبيديا التي تتكلم عليه لم تقدم أي دليل، مما جعل صاحب الويكيبيديا يعلق على هذه المقالة ويقول: هذه المقالة تحوي الكثير من ألفاظ التفخيم تمدح بموضوع المقالة دون أن تستشهد بمصادر. وهذا يدل على أن هذا الشخص غير معروف كليا. هذا الشخص، ولا ننكر انه له اسلوب مسترسل في الطرح وتقنيات عالية، الا انه لا يقول الحقيقة، وهذا ما سوف نعرفه. كيف يقدم نفسه علي منصور كيالي؟ يقدم نفسه إنه مهندس معماري، ولا أدري ما علاقة الهندسة بتفسير القرآن، وعالم فيزيائي، ولا ندري من أي جامعة تخرج، وخبير لغات قبائل، ولا ندري أي قبائل، هل قبائل الهنود الحمر أم قبائل جنوب إفريقيا، ودكتور في البحوث الإسلامية، لا ندري أيضا من أي جامعة تخرج. وفي الأخير يقول: 30 عاما من الدراسات القرآنية، دون أن يقدم أي دليل على ما يقول. يقول علي الكيالي إنه سوري، ولد في حلب عام 1953، وإنه تحصل على الدكتوراه في البحوث الإسلامية في جامعة لبنان عام 2012، يعني الآن. وله إجازة في الهندسة المعمارية، كلية الهندسة المعمارية جامعة حلب عام 1979، يعني عندها الحكاية 30 سنة أو أكثر. إجازة في الرياضيات والفيزياء، كلية العلوم جامعة حلب، حصل عليها عام 1971 و1975. خلينا من الشخص ولنتكلم على المحتوى. أخرج علي منصور كيالي الفيديو الذي يطلق عليه نهاية العالم وما بعدها، بعد ما تأكد إن تنبؤات المياه خاطئة، وإن نهاية العالم ليس عام 2012. نعلم احنا ان الحساب متاع المايا الهنود الحمر ينتهي عام 2012، فهم تنبؤوا ان نهاية العالم سوف يكون مع انتهاء تاريخهم. وهنا اؤكد ان علي منصور كيالي اطلق على فيديو متاعه نهاية العالم وما بعدها ليس لكي يعطي اجابة، وانما عملية تجارية بحتة لكي يكسب اكثر عدد من المشاهدة على الانترنت، لان كل العالم متجه الى تنبؤات المايا. هذه نقطة. والنقطة الثانية، ان التنبؤات بنهاية العالم ليس شيئا جديد، موجود قبل محمد وقبل القرآن محمد، فهي عملية وجدت من اول الانسان الواعي يتنبأ ان نهاية العالم قريبة، وإلى الآن كل هذه التنبؤات أصبحت خاطئة. يبدأ علي منصور كيالي الفيديو بالقول: خلينا نتفق على أن القرآن كتاب سماوي. هذا الأسلوب ليس أسلوب علمي أن يعطينا النتيجة قبل أن يثبت لنا أن القرآن كتاب سماوي. يقول هو إن هناك عشرات بل مئات من الأدلة تدل على أن القرآن كتاب سماوي. وخلال هذا الفيديو سوف نرد على كل الأدلة التي يدعي أنها تدل على أن القرآن كتاب سماوي. نبدأ بالدليل الأول،
وهي الذرة، ويأتينا بآية قرآنية تقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، سورة النساء آية 40. المقصود العام لكلمة ذرة هو أصغر شيء. إذن ما هو معلوم إنه أصغر شيء منذ 1400 سنة ليس هو نفسه الذي هو معلوم اليوم بأنه أصغر شيء. عند العرب في عهد محمد وقبل محمد وبعد محمد كانوا يطلقون على النمل الصغير جدا، بعضهم يقول النمل الأحمر، بعضهم يقول هما أولاد النمل، يطلقون عليه اسم الذر. وأبو ذر الغفاري الذي أطلق عليه أبو ذر الغفاري، لقد سمي أبو ذر الغفاري لأنه كان إنسانا جدا زاهد في الدنيا، وكان عندما يلتقي في طريقه نمل صغير يحمله ويرفعه عن الطريق لكي لا تدوسه الأرجل. إذن مفهوم الذرة في ذلك الوقت ليس له أي علاقة بالمفهوم الذي موجود اليوم. ولو نعود إلى التفاسير وابن العباس وغيرها سوف تجد أن كلمة ذرة مقصود بها النمل الصغير أو رأس النمل أو النمل الأحمر، يعني عند العرب كانوا يعتقدون أن ذلك هو أصغر شيء. إذن هنا القرآن يتكلم على أصغر شيء المتعارف عليه في ذلك الوقت. ولو نعود للشعر الجاهلي نجد كلمة ذرة موجودة في شعر امرؤ القيس وغيره، وكان مقصود بها النمل الصغير، وهذه مسألة واضحة. ويأتي الآن الإعجازيون ويزورون الحقيقة ويغيرونها ويريدون أن يقنعونا إن الذرة المذكورة في القرآن مقصود بها الذرة المعروفة حاليا. أما الحقيقة إن أول من تكلم عن الذرة المعروفة لدينا اليوم ليس محمد ولا القرآن ولا رب محمد، وإنما عالم وفيلسوف إغريقي معروف ديمقراط، الذي أول من طرح نموذج للذرة قريب مما هو متعارف عليه اليوم، وقال إن كل مادة مكونة من جزئيات صغيرة جدا لا ترى ولا تقسم، وذلك توصل إليه بالمنطق والتفكير بدون آلات وبدون وحي وبدون أي شيء آخر، وهو أقرب شيء للذرة المعروفة اليوم. أما ما جاء في القرآن فليس له أي علاقة بالذرة المعروفة لدينا اليوم، وكان المقصود بها شيء صغير جدا، المقصود حبة خردل أو نملة صغيرة أو رأس النملة، المهم ليس له أي علاقة بالذرة العلمية المعروفة اليوم. هؤلاء الإعجازيون يريدون أن يخادعون ويوهمون المسلمين الذين بدأوا يشكون في القرآن وفي الإسلام إن المقصود بالذرة أو غيرها من العبارات المذكورة في القرآن إنها اكتشافات علمية حديثة، وهذا غير صحيح. القرآن ذكر الذرة على أساس إنها شيء معروف في ذلك الوقت والمقصود بها النملة، ولم يعطي أي تفاصيل أخرى تدل على إنه يقصد شيء آخر غير النملة. وهنا عندما يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة كأنما قال إن الله لا يظلم مثقال نملة، وهو شيء وزنه تافه، وهذا هو المقصود بالآية، ليس له أي علاقة بالعلم الحديث وبالذرة بالمفهوم الحالي. بعد ما حاول أن يخادعنا علي الكيالي وقال لنا إن الذرة المذكورة في القرآن هي المقصود بها الذرة المكتشفة حاليا، يقول لنا إن القرآن اتكلم عن الذرة وأصغر من الوزن الذري. هوني نسأل علي الكيالي، هل يعلم علي الكيالي أن كل ذرة عندها وزن خاص بها؟ ما فماش ذرة تشبه الأخرى في الوزن على حسب البروتون والنيترون الموجودين في كل ذرة؟ كان يعرف هذا ولا ما كانش يعرف؟ أكيد كان يعرف هذا، أما كان يعرف زاد حاجة أخرى، يعرف اللي المسلمين ما يفهموا شيء لا في الفيزياء ولا في الكيمياء وما يعرفوا حتى شيء، هذاك علاش هو يقدر يضحك عليهم ويقدر يقول لهم الأكاذيب اللي يحب عليها.
من بعد يقول لنا علي الكيالي ان العدل والحساب يوم القيامة سوف يكون على حسب وزن الذرة. هوني نسأل علي الكيالي، اي ذرة؟ احنا نعرف اللي كل ذرة عندها وزن خاص بها يختلف على وزن الذرة الاخرى. وهوني وقتها يقول لنا علي الكيالي اصغر من وزن الذرة، يقصد اصغر من وزن اي ذرة. بالطبع علي الكيالي هو يعتمد 100% على جهل المسلمين بعلم الفيزياء وعلم الكيمياء والعلوم الحديثة، لهذا يستطيع يروج لأكاذيبه الغالطة. ونسأل سؤال هوني لعلي الكيالي، هل أفعال البشر وأعمالهم هل هم أشياء مادية أم أشياء معنوية؟ فكيف يقول إن العدل والحساب يوم القيامة سوف يكون بالوزن الذري؟ فكيف يمكن أن نزن شيء معنوي بشيء مادي؟ فهذا شيء غير مقبول وغير منطقي. إذا نتعداو للآية الثانية اللي تكلم عليها واللي تقول ولا يظلمون نقيرا، سورة النساء 124. هذه الآية الثانية الذي يستدل بها علي الكيالي على أن هناك ما هو أقل من الذرة. العلم اليوم اكتشف كثير من الأشياء التي هي أصغر من الذرة، ومن مركبات الذرة نفسها من إلكترون وغيرها، وحتى من قلب الذرة متكون من جزيئات، وهذا شيء طبيعي. ولكن هنا الذي أتعجب فيه، كيف علي الكيلاني ينتقل من الذرة إلى الفوتون؟ هل يعلم المسلمين ما هو الفرق بين الذرة والفوتون؟ وليس له أي علاقة بالذرة. الذرة هي أصغر جزء في المادة، بينما الفوتون هو أصغر جزء في الضوء. إذن هنا أتساءل عندما يذكر الآية ولا يظلمون نقيرا، يقول إن اكتشاف عام 2000 أو لا أدري ماذا في اليابان، وإن القلب متاع الفوتون لا يدور حول الفلك، شيء طبيعي لا يدور حول الفلك، فهو ليس شيء مادي، فهي مسألة ضوئية. ويقول إن معناتها القلب متاعه يطلع ويهبط، وهذاك هو الدليل بالنقير. يعني عجيب عجيب، ألم يعلم علي الكيلاني إن النقير والفتيل والقطمير هي أسماء، فهمت؟ الأسماء مشتقة من حياة العرب في الصحراء. النواة متاع التمر لها رأس، فهمت؟ كالإبرة، هذا يسمى نقير. وبين وفي وسط التمرة فما كيف الشق وفيه خيط، هذا اسمه فتيل، ولها غلاف الرقيق اسمه قطمير. فهمت؟ عندما يقول لا تظلمون نقيرا، فهمت؟ يقصد به يعني بقدر هذا الرأس اللي موجود في قلب التمرة، ليس له أي علاقة لا بالفوتون ولا بالذرة. يا أخي، كيف تتكلم عن ما هو أصغر من الذرة الذي هو مفروض يكون شيئا مادي، وتنتقل بلا إلى الفوتون وزنه صفر؟ فلو الذرة لها وزن وكل ذرة عندها وزن خاص، فإن الفوتون ليس له وزن من الأساس. إذن هنا نرى كيف يتلاعب بالألفاظ ويحاول أن يربط الأشياء لكي توافق بعضها، ينتقل لنا من الذرة إلى الفوتون ويقول لنا إن الفوتون هو أصغر من الذرة والفوتون ليس له أي علاقة بالذرة. ثم يختم علي الكيالي بالآية القرآنية تقول ولا يظلمون فتيلا، ويقول لنا إن قلب الفوتون يحتوي على خيوط، وهذه الخيوط هي المقصود بها بالفتيل، شيء طبيعي يحتوي على خيوط، ما قلت لكم إنها طاقة، وهو يقولها في الفيديو إنها طاقة، لأن الآن يتحدث على الفوتون ليس له أي علاقة بالذرة. لا يمكن علميا أن نقول إن الفوتون أصغر من الذرة، هذا شيء غير مقبول عقليا. ولكن علي الكيالي يعرف اللي المسلمين يجهلون الفيزياء والكيمياء ويجهلون كل العلوم الحديثة، فيستطيع أن يسخر منهم كما يريد، مثلما أنا أأتي
أقرأ القرآن وأقول مثلا الآية القرآنية التي تقول وتركوك قائما، وأقول إن هذا دليل على أن في القرآن مذكورة كلمة كوكا، تركوك قائما. إذن القرآن تنبأ منذ 1400 سنة أن الكوكا موجودة. هكذا القرآن منذ 1400 سنة اكتشف وذكر المشروبات الغازية، وهذا دليل على أن القرآن يحتوي على كل شيء ولا يخفى عنه شيء. رأيتم كيف يمكن التلاعب بألفاظ القرآن وأي كتاب آخر بكل سهولة؟ يكفي أن يكون جهال يسمعونك لكي يصدقونك ويقولون سبحان الله. ومع فيديو قادم مع بقية الأكاذيب نتاع علي الكيالي، وبالسلامة.